السؤال اللي معانا دلوقتي حكم شرب الحشيش. طيب، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مخدر ومفتر. المخدر يخدر البدن، والمفتر يعمل له عملية فطور ويبقى كده قاعد في حالة هدوء وسكينة. ده بتعمله المخدرات اللي هي أشبه بالحشيش ونحو ذلك، وفي أشياء أخرى تخرج الناس عن وعيها. طيب، الحاجات دي ممكن تسبب إيه على المدى الطويل؟ دي بتسبب تآكل في خلايا المخ على المدى الطويل، تسبب تدمير للكبد، تسبب أمراض خطيرة. فالشباب بيستسهلوا، يقول لك ده حشيش ما فيش فيه مشكلة. لا، حرام. ليه؟ لأن النبي نهى عن كل ما يفتر البدن، فهو حرام، فشرب الحشيش حرام. الأمر الأخطر من هذا إن كتير جدا بيخلطوا الحشيش بمواد كيماوية، بكيمياء، ودي بتدمر خلايا المخ بقى أكتر. يعني بدل ما الحشيش يعمل على بتاع، لا، ده بيساعد في تدمير خلايا المخ. وسألنا كتير جدا من المدمنين للحشيش، قال فعلا لما عملت إشاعات وجدوا إن فيه خلل في خلايا المخ عندي. لا حول ولا قوة. فعلا ده مش كلام إحنا بنقوله للتخويف، لا، ده واقع فعلا معروف. فلذلك تحذير لكل شبابنا، إياك وشرب المخدرات، وإياك وشرب ما يسمى بالحشيش. كل هذه الأشياء تدمر الجهاز العصبي للإنسان، تدمر جهاز التركيز عند الإنسان، المخ، تخلي الإنسان ما يعرفش ياخد قرار، تخليه بعد كده عصبي، في حالة عصبية لا يعرف يشتغل كويس ويبقى هادئ ومتزن، ولا يعرف يتعامل مع زوجة ويبقى هادئ ومتزن، ولا يعرف يربي أولاد. وعندي كلمة تربية أولاد، حط مليون خط لما أولاده يشوفوه هو بيشرب، دي مصيبة كبيرة. لما مراته تشوفه في الوضع ده، فإذا إحنا بندمر نفسنا بالأموال أو برزق الله الذي أعطانا إياه. البعض يقول لحضرتك أنا ملتزم في الصلاة وقريب من ربنا، بس ما فيش مانع يا مولانا في المناسبات، في يعني الحاجات كده نحتفل شوية، بس أنا مش بشرب بصورة دايمة، أنا بشرب بس كده في مناسبات معينة. إحنا بنقول، هنفرض إنسان يقولك أنا معلش أنا بشرب الخمرة من سنة للسنة، هقول له حرام اللي أنت بتعمله، اللي انت عملته حرام، توب الى الله. جميل ان تصلي، جميل ان تحافظ على الصلاة، جميل ان يكون عندك اخلاق، بس مش جميل انك تكافئ نفسك بالمعصية من السنة للسنة، من الشهرين لشهرين، من معلش انا هعمل حاجة كده حرام. ليه اكافئ نفسي؟ يبقى ربنا وفقني، ده وفقك للركوع والسجود، حرم منها غيرك. وفقك بعافية البدن وحرم منها غيرك. كم من شاب يركض لا يستطيع الحركة، ونلاقي شباب عندهم كانسر، وشباب عندهم بيغسل كلى. يا أخي ربنا عافاك، ما تفتريش على الله بالعافية، وتوب إلى الله واندم. فلذلك لا ينبغي الإنسان أن يقابل نعم الله بهذا، إنه من وقت الآخر يقول لك معلش ده هي كده، معلش هي كده، ما أنت بتقع في غضب الله سبحانه وتعالى. جميل إنك تحافظ على الصلاة، وجميل أن تترك كل ما يبعدك عن الله سبحانه وتعالى.